وللمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة البحرينية المنامة الكاتبة والناقدة المسرحية زهراء المنصور. بعد التحية، المرأة البحرينية أصبحت إحدى علامات التطور بالبحرين وتولت عدد من المناصب في الفترة القليلة، يمكن الشهر اللي فات تولت حوالي 5 وزارات خدمية مهمة، ده غير مقاعد في البرلمان. حضرتك شايفة ده إزاي وأثره على الحياة في البحرين؟ صباح الخير جميعا وكل عام حضراتكم بخير. في تصوري أن وجود المرأة في هذه المناصب ما كان صدفة ولا كان قفزة سريعة نحو هاي المناصب أو الأماكن اللي تبوأتها. المرأة يعني كانت أو ساهمت جنبا إلى جنب مع الرجل في يعني منذ القدم وقبل طفرة النفط وما تبعته من يعني حياة مرفهة أكثر، كانت تشارك جنبا إلى جنب مع الرجل في الزراعة والصيد، وبالتالي كانت يعني تتحمل جزء كبير من الحياة الاقتصادية والاجتماعية أيضا بحكم غياب الرجل في البحر لعدة شهور. يعني فهاي المناصب ما جاءت بالصدفة ولا جاءت لأن هناك يعني تقديرات عالمية أو ما شابه، بل لأن هذه المرأة يعني حفرت، ويعني كما جاء الشعار أنها تعلمت وشاركت وقرأت تعلمت وشاركت، وبالتالي استحقت المكان الموجودة فيه حاليا. يعني أتصور أنه حتى هذه المراحل يعني لم تكن يعني تطور وليس تغيير فيها، يعني ما كان في تغيير لأنها يعني صارت تساهم بعملها خارج إطار الأسري وفي العمل العام اللي يمنحها الفينونة، لأن كل المجالات مفتوحة ومتاحة وموجودة إليك. أستاذة زهراء، يعني إحنا يمكن أو حضرتك اتكلمتي عن مساهمة المرأة البحرينية في مسيرة التنمية بالبلاد والدور اللي بتقوم بيه دلوقتي، عايزين نعرف كمان الدعم اللي بتقدمه المملكة البحرينية للمرأة على كافة الأشكال والمستويات. كانت الموضوع الدعم موجود يعني منذ زمن طويل في مسألة مثلا ما يتعلق بالبعثات الدراسية تمكينها في مناصب حكومية قديمة يعني، فبالتالي كل هذا جاء مع الوقت. يعني مسألة المناصرة اللي صارت في السنوات الأخيرة من حيث مثلا تمكينها كوزيرة كسفيرة لأكثر من بلد لدينا يعني نساء مشرفات حضورهم مهم في يعني في دول مهمة موجودين، لدينا أيضا وزيرات، لدينا المجلس الأعلى للمرأة اللي يعني يعين شخصيات نسائية وقيادية لها دورها ولها حضورها في مجتمع البحرين والعربي أيضا. يعني أعتقد هناك الكثير من الرصيد الموجود لدى المرأة البحرينية تتيح لها أن تكون في مكانها الصح. يعني هذا ليس يعني بتفضل بحكم الموضوع الجندر وما إلى ذلك، لكن هناك كفاءة تستحق بناء عليها أن تكون موجودة في هذا المكان، ولأن هناك سياسة عامة يعني تدعم هذا الحضور وهذا الوجود، فبالتالي كل الأمور تطبق بالشكل الذي يعني تشير إلى السياسة العامة المقصود فيها تمكين المرأة في كل المجالات. إنجاز تاريخي للمرأة البحرينية، 11 فوز في الانتخابات النيابية، 8 في مجلس النواب و3 في المقاعد البلدية. حضرتك شايفة ده إزاي؟ وكمان شايفة في مجال عملك كناقدة مسرحية المرأة في البحرين تطلعاتها المهنية وصلت لإيه، وتحديدا في المجال الثقافي والفني؟ أنا سعيدة طبعا بشكل شخصي لأن يعني هناك النساء التي ذكرت أو الإناث اللي استطاعوا تحقيق مقاعد في البرلمان وفي المجالس البلدية عن طريق التصويت الحر، بالتالي يعني هناك من اختار هؤلاء النساء، مع العلم أن هناك يعني منافسة كانت كبيرة ما بين الذكور والإناث في أماكن كثيرة. فموضوع أن 11 أنثى تفوز بهذه المقاعد هذا إنجاز طبعا، هو يشكل أعتقد 33% إذا ما كنت غلطانة في تشكيل مجلس النواب، وبالتالي
يعني حضور ممتاز موجود للمرأة، وراحت له مو بحكم التعيين ولا بحكم الواسطة أو الدفاع عن يعني نحن نقدم النساء عشان نثبت أن نحن يعني دولة متقدمة أو ما إلى ذلك، لكن هناك تصويت حر بالتالي وصلت النساء إلى هذا المكان. أما ما يخص موضوع المرأة في الفنون بشكل عام، هناك أيضا دعم، هناك بعثات، وأكرر موضوع البعثات وموضوع التشجيع على الدراسة داخل وخارج البحرين، خصوصا أن التعليم في البحرين بدأ بصفوف للإناث في مدرسة أو مدرسة أو صفوف تابعة للمستشفى الإرسالية الأمريكية، فكانوا يتعلمون، وبعدين كان تقريبا في 1898 يعني قديم نسبيا بالنسبة لدول المنطقة، بالإضافة إلى أن أول مدرسة نظامية افتتحت للبنات في 1928. وأيضا أكرر على هذا الموضوع لأن تعليم البنات في ذلك الوقت كان مستنكر في يعني مناطق أو دول حوالينا موجود، فدخول المرأة إلى سلك التعليم أو للدراسة وبالتالي إلى موضوع الدراسة خارج البحرين بحكم عدم وجود يعني جامعات أعتقد في ذاك الوقت، أو بحكم أنه يعني الدراسات العليا كان له أثر كبير في موضوع رجوعهم بشهادات مختلفة بتخصصات مختلفة، وبالتالي يعني قدروا أنهم يعني يتجهون إلى تخصصات موجودة، ويكون وجود المرأة طبيعي في هذا المكان، لا هو يعني مو مفتعل ولا مصطنع، هو موجود بحكم أن هذه المرأة مثلا متخصصة في يعني أكيد. في أي أكيد. ونتمنى كل التوفيق للمرأة البحرينية. شكرا جزيلا للناقدة المسرحية زهراء المنصور، كنت معنا من المنامة.